كل من له فصيل يتبعه، لأن بالطريقة دي مش يعني لو فضلنا بالطريقة دي مش هنوصل لحال. وإنما مؤتمر جنيف إن شاء الله بعد 5 سنين هنبص نلاقينا بنتكلم عن مؤتمر جنيف 7 أو 9، النهاردة احنا في 3. إن لم تمتنع الدول جميعا، وكلمة جميعا هنا هي الكلمة التي يجب أن تفهم، جميعا تمتنع عن تأييد عملائها في سوريا، وأنا بستعمل كلمة عملائي. طيب رأي حضرتك في التصريحات الخاصة بديمستورا في هذه المفاوضات بعد أن كانت أول جلسة للمفاوضات أو المحادثات تم استئنافها بالأمس، وذكر صراحة أنه العودة للقتال هي الخطة الوحيدة البديلة عن هذه المفاوضات، وبالتالي هذه المفاوضات هي الفرصة الأخيرة من أجل إحداث تسوية حقيقية في الأراضي السورية. يعني أنا تعودت في السياسة أنه ما فيش حاجة اسمها الفرصة الأخيرة. يعني هو يمكن ما استعملش كلمة الفرصة الأخيرة وإنما قال البديل، الخطة البديلة للمفاوضات، ده التصريح تحديدا. البديل طبعا هو البديل فعلا، لو فشلت المباحثات دي هيرجعوا يتقاتلوا مرة أخرى، هيعملوا إيه؟ 120 فصيل بيتحاربوا مع بعضهم البعض، ثم في حكومة قوية إلى حد كبير ولديها جيش مجهز إلى حد كبير، ثم في قوى خارجية أيضا إما بتتدخل مباشرة زي روسيا، وإما بتتدخل بعملائها زي دول كتيرة أخرى. ففي قوى كتير، البديل فعلا للمفاوضات للحل السلمي هي التقاتل، لكن فرصة أخيرة يعني خطة بديلة. يعني هو نقول الخطة البديلة. نعم. طيب حضرتك ازاي بتقيم المجهود اللي قام بيه ديمستورا مؤخرا في هذه المفاوضات، وآلية ايضا يعني تنفيذ فترة الحكم الانتقالي بعد هذه المفاوضات هتتم ازاي؟ طبعا انا بحكم من بعيد. ديمستورا على بعد كذا 1000 ميل مني، فالحكم بطبيعة الامور ربما لا يدرك كل العوامل اللي هو بيتحكم فيها. لو أنا كنت بعمل كده، بعمل هذه المفاوضات أو بأشرف عليها، لم أكن لأحدد مدة للانتقال، المرحلة الانتقالية اللي هي 18 شهر اللي قال عليه، وإنما كنت أترك المفاوضين بأنفسهم يحددوا هذه المدة التي يحتاجونها. ممكن طبعا حسهم ودفعهم والإيحاء إليهم في المفاوضات وفي الغرف المغلقة إن 18 شهر ده كتير، لا نبتدي من 12 عشان نوصل ل 18 وهكذا. أنا كنت أفضل ذلك، ولكن ربما هو شايف أمور أنا لا أراها على بعد كذا 1000 ميل من جنيف. نعم. طيب إذا ما تمت هذه المفاوضات بنجاح، ونتمنى ان هي طبعا تكلل بالنجاح، وخصوصا بعد التصريحات الخاصه بديمستورا انه دي يعني الخطه البديله لهذه المفاوضات هيكون اللجوء مره اخرى او العوده الى القتال مره اخرى، حضرتك شايف انه المستقبل السوري هيكون شكله ايه بالظبط يا فندم؟ في مصاعب كثيره جدا، لان حرب 5 سنين، سوريا حاليا تقريبا بقى لها 5 سنين الحرب، مزبوط. او الشهر الجاي هيبقى بقى لها 5 سنين بالظبط. قتلى بمئات الالاف، مهجرين بالملايين في شتى انحاء الارض في الشرق وفي الغرب، فدي كلها خسائر جسيمه جدا. العوده الى الحياه الطبيعيه تقتضي مجهود ضخم جدا. هل المجتمع الدولي مستعد انه يدفع هذا الثمن؟ الشواهد بتقول، السوابق بتقول لا. المجتمع الدولي عموما سريع جدا في دفع تكلفة الحروب، ولكنه مقل جدا في دفع تكلفة السلام. أرجو إن الأمور تتحول
لأن تكلفة السلام. ممكن حضرتك تعيد الجملة دي تاني يا سيادة السفير؟ إن المجتمع الدولي موقفه إيه بالظبط؟ لأن اللي حضرتك قلته مهم الحقيقة سريع في دفع وبيعبر عن الواقع الحقيقي. سريع في دفع تكلفة الحرب أو الشر. نعم. ولكنه مقل جدا وبطيء جدا في دفع تكلفة السلام. مع أن تكلفة السلام أقل كثيرا من تكلفة الحرب للأسف. ومع ذلك في المجتمع الدولي يدفع وبسخاء، ويعني تبص تلاقي على طول تندفع تكلفة الحرب، أما تكلفة السلام فكل الدول تقل فيها، تعت ولكنها لا توفي بوعد. أرجو أن يتحول الأمر في سوريا حتى ولو لمرة واحدة، يعني نجرب أن احنا السلام له تكلفة، ندفع التكلفة دي. نعم. ندفعها ولو لمرة واحدة ونشوف النتيجة هتنص، لأن النتيجة مبهرة. نعم. طيب، وإحنا برضو بنحاول يعني نقدم قراءة مستقبلية للمصير الشعب السوري والوضع في سوريا وخارطة المستقبل حتى بالنسبة لسوريا بشكل عام. حضرتك تتوقع إيه بالنسبة لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد أو عدم بقائه خلال الفترة القادمة؟ كما قلت رأيي الشخصي في الموضوع ده. لا، مش رأي حضرتك الشخصي، بناء على المعطيات كفاية اللي اتكلمنا فيها من بداية يعني الأزمة السورية، ثم هذه المفاوضات التي تتم الآن في جنيف، ثم القرار الروسي الأخير. في ظل كل هذه المعطيات، ما الذي تتوقعه فيما يتعلق بمصير الرئيس السوري؟ أنا أتوقع أن الشعب السوري لا يمكن حينتخب الرئيس الأسد مرة أخرى. أتوقع ذلك، لكن كما قلت لك، إذا حدث وخاب توقعي يبقى توقعي خاطئ. إذا انتخب الشعب السوري، وهذا ما لا أظنه أبدا، لأن الحكم السوري في خلال نصف قرن الأخير لم يكن حكما رشيدا. نعم. حتى من أكثر من نصف قرن، ثلاث أرباع القرن الأخير لم يكن حكما رشيدا. فكفاية كده، تتجه سوريا بقى إلى البناء والتنمية والعلاقات الإنسانية والحرية والديمقراطية، وبرلمان يكون موجود في سوريا يمثل الناس تمثيلا حقيقيا ويمثل مصالحهم. وهل المجتمع الدولي من الممكن أن يقوم بدور مساهم في تحقيق هذا الهدف اللي حضرتك بتقوله؟ ممكن. ممكن، وقام المجتمع الدولي عن طريق الأمم المتحدة قبل ذلك في دول أخرى بتحقيق، في دول أفريقية وفي دول في أسيا وفي دول في أمريكا اللاتينية، للأمم المتحدة نجاحات كبيرة جدا في هذه الموضوعات. وليس كما يدعي البعض أن الأمم المتحدة كلها فشل في فشل. إلى أي مدى من وجهة نظرك بيسهم القرار الروسي الأخير بالانسحاب الروسي من الأراضي السورية في إتمام نجاح مفاوضات جنيف؟ هو القرار الروسي من الأول خالص ساهم في عقد مؤتمر جنيف أساساً. وواضح أن روسيا بتؤيد عقد مؤتمر جنيف، لأن كما قلت لك في أول سؤال حضرتك سألته لي، أن روسيا دولة عاقلة ودولة جربت الحرب وتدرك تمنها ومآسيها. فأعتقد أن روسيا قدمت تنازلات، ويعني واضح من الأمور نفسها، الاتصالات اللي جرت على مستوى الرئاسة الروسية الأمريكية وعلى مستوى وزراء الخارجية، وزير الخارجية الروسي لافروف. وبالمناسبة أنا يعني أعرف لافروف شخصيا، كان ممثل روسيا في اللجنة اللي كنت بمثل مصر فيها في الأمم المتحدة. ده من الأشخاص الجيدين جدا، شخص تقديره عالي جدا للأمور. فهو لافروف برضو اتصالاته مع كيري وزير الخارجية الأمريكية واضح منها أن روسيا قدمت تنازلات حقيقية، وإلا لم يكن هذا المؤتمر لينعقد لو كانت كل دولة، سواء كانوا الدول الغربية أو العربية أو روسيا، دي أطراف كتيرة جدا وكبيرة في الأزمة السورية. إذا كان كل واحدة منهم ستنظر إلى مصلحتها الخاصة فقط،
لم يكن هذا المؤتمر لينجح. وبالتالي فإن هذه الأطراف كلها قدمت تنازلات وضغوط على الفصائل اللي هي بتمولها وبتسلحها، وبالتالي عقد هذا المؤتمر. أرجو أن تستمر في ذلك لكي نصل إلى حل. إن لم تستمر والطريق طريق المفاوضات طويل، وبالتالي بالطبع بالطبع لابد أن يبدأ الطريق التفاوض والمؤتمر السلمي، لازم يبدأ بالتشدد شوية، وده بطبيعة الأمور طبيعة المفاوضات كده. نعم. طيب قبل ما نختتم هذا المشهد، سؤال سريع وعايزة برضو ياريت إجابة سريعة من حضرتك سيادة السفير، أنه من آخر الأخبار اللي توترت إلينا فيما يتعلق طبعا بردود الأفعال المختلفة بعد القرار الروسي، أن روسيا أعربت عن انزعاجها بشأن التصريحات السورية، وزير الخارجية السوري تحديدا، أنه لابد أن يكون هناك لين ومرونة أكثر في مفاوضات جنيف. رأي حضرتك في هذه التصريحات الروسية وأن هي أعربت عن انزعاجها من تصريحات وزير الخارجية السوري؟ لعل هذا السؤال هو الإجابة على سؤالك السابق، أن هل روسيا فعلا متجهة إلى أن هي السلام فعلا أم لا؟ أظن إن الحرب في سوريا بنتيجتها وتكلفها وخسائرها الجسيمة أدت بالأطراف المختلفة، وليس روسيا فقط، الأطراف المختلفة عموما جميعا، إن هي تتجه إلى اتجاه أكثر واقعية في هذا الأمر، وده الشيء الوحيد اللي يبعث على شيء من التفاؤل. جزيل الشكر سيادة السفير عادل الصفتي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا يا فندم على هذه القراءة الحقيقة الشاملة للقرار الروسي الأخير. بشكرك شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، انتهى مشهد اليوم، وغدا إن شاء الله مشهد جديد وموضوع آني أيضا جديد، سنتعرف على آخر تطوراته وآخر مجريات الأحداث بشكل عام. شاشة النيل الأخبار دائما كونوا معها ومتابعة لأهم أحداث الساعة. تحية لكم وإلى اللقاء.